هناك مسألة سئلت عنها وأجيب. أصدر ملك السعودية مرسوما بأن الفتوى ينبغي أن لا تكون إلا في هيئة كبار علماء. ما كاش فتوى، الفتوى اللي يفتيه فقطهم كبار العلماء اللي يحددهم من الحاكم. فما مشروعية هذا العمل؟ هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ طيب، أولا وقبل كل شيء لا أريد أن أتحدث عن أحكام الفتوى. الفتوى كان ابن أبي ليلى يقول يعني رأيت أزيد من مئة من صح من العلماء تلقى عليهم الفتوى فيردها هذا على هذا حتى ترجع إلى ماذا؟ إلى الأول. وكان الناس يتهاونون في الفتوى، قال والله لو ردت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فالفتوى أمرها خطير عظيم، لا بد للإنسان أن لا يقع أن لا يفتي خوفا من الفتوى. إذن هذه مسألة نحن مسلم بها، نسلم بها، الإنسان لا يفتي من هب ودب. والعلماء يتحدثون، ما هي شروط المفتي؟ بعض العلماء اشترطوا أن المفتي ينبغي أن يكون مجتهدا مطلقا، وهناك من قال نعم يجوز الاجتهاد تجزئ الاجتهاد، وهناك من قال هناك المجتهد المطلق، وهناك المجتهد في المذهب، والمجتهد داخل المذهب أربع أنواع. وتكلم العلماء إذا كان مثلا أهل الفتوى غير موجودين المجتهدين نذهب إلى نقلة المذاهب، وإذا ذهب نقلة المذاهب إلى من نذهب، وإذا ذهب، هذه كلها مسائل تحدث عنها العلماء في الفتوى. الفتوى أمرها خطير، لكن السؤال هذا العلماء اللي رام يفتيوا في الفضائيات، شفتم العلماء رام يفتيوا في الفضائيات؟ يقول لك نصف العلم لا أدري. أنا عمري ما شفت يسأله سؤال يقول لا أدري. شفت واحد قال لا أدري؟ يصيبهم ثلاثة علماء، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ويسألوا السؤال يجاوب، ما يقولوش لا خلي صاحبك يا قلتوا باللي هذا يرد لهذا هذا يرد لهذا ولا لا. إذن لا بد أن تعرفوا ما المقصود من حصر الفتوى في كبار أهل العلم. هو احتكار الفتوى، احتكار ماذا؟ فتوى. ولا المقصود بها الفتوى اللي في الأمور الصلاة، قال لك في الصلاة افتوا على روح مش راح يصلي ويفتي واحد يمين واحد شمال، معليش في الأمور الخاصة الأمور العامة هذه ما يفتوش فيها. علاش؟ لأن الأمور العامة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالسياسة. ولما تكون الأمور العامة تتعلق بالسياسة الحاكم عنده سياسة، فكيف يجي المفتي يقول له انت غلط؟ إذن فالعالم اليوم الحاكم هو الذي يختار من؟ العالم، مش العالم يختاره العلماء. والله لو أن هذا العالم اختاره العلماء والحاكم عينه فقط لهان الخطأ. أما أن الحاكم هو اللي يقول هذاك العالم يمشي في طريق، هذاك العالم يمشي في الطريق، هذاك نعطيه فيلا نعطيه الدراهم نعطيه كذا نعطيه كذا يفتي كما يحب العالم. إذن فالمقصود هذا احتكار الفتوى. يفتيوا في الرقية ما يخليهم ولا لا، اللي يفتيوا في السحر اللي يفتي أفتي في حوش حبيت دبر راسك، زواج المسيار الرضاع الكبير أفتي على مصباح وانت أفتي على روحك، لكن ما تفتيش. حكم الاستعانة بالكفار على المسلمين هل يجوز؟ نعيط الأمريكا تحارب المسلمين مثلا هنا في الجزائر عندنا أزمة وفيها سلاح وفيها حرب، هل يجوز أن نستعين بفرنسا على أبناء الجزائر؟ قالك لا مش حاربوا معنا، يعطونا غير المعلومات، يا المعلومات هذيك هي الوخذة في هذيك المعلومات، الوخذة في المعلومات، لا نتصل إلى هذنا إلا بماذا إلا. إذن هل يجوز نعيط الأمريكا تدرب الجيش الجزائري لكي يقاتل أبناء الجزائر؟ بيناتنا نعم، نضاربوا بيناتنا يجي نهار نفريها بإذن الله تبارك وتعالى. أما تستعين بفرنسا، قال هذه الفتوى لا هذه هذا لا يجوز لك المفتي، والفتوى لا بد أن يكون مجتهدا. مفتي الجمهورية هل هو مجتهد أو
السؤال. هذا اللي اغلب المفتين كنقول له انت مجتهد، يقول لك انا لست مجتهدا. طيب ليش تفتي؟ يقول لك انا ناقل الفتوى او راوي الفتوى او حاكي الفتوى. انا نحكي، انا نجيب وش قالوا العلماء. اذن العلماء اذا انتقل، هل يجوز للعامي ان يفتي؟ هذه مسألة تحدث عنها علماء الأصول في الفتوى. عامي يجوز يفتي؟ فيها ثلاث أقوال عند العلماء. بعض العلماء قالوا لا يجوز قولا، وبعض العلماء قالوا يجوز، وبعض العلماء فصل. بعض العلماء قالوا هذا عامي ما يفهمش كيف يفتي، وبعض العلماء قالوا لا، العامي إذا عرف مسألة بدليلها من الكتاب والسنة جاز له أن يفتي في تلك المسألة. وبعض العلماء فصلوا قالوا إذا كان العامي طرحت عليه مسألة ويعرف حكم الله بالكتاب والسنة جاز له أن يفتي، أما إذا كانت المسألة تحتاج إلى القياس وإلى الاجتهاد فلا يجوز له أن يفتي فيها. إذا فصلوا في المسألة. طيب، هل يجوز للعامي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ العلماء قالوا العامي، يعني إحنا لما العوام من الناس اللي ما يقرأوش واللي ما يعرفوش مثلا، قال لك العلماء العوام يجوز لهم تغيير المنكر في الأمور المجمع عليها. الخمر المجمع عليها حرام ولا لا؟ هذه يجوز له فيها. يقرا ولا ما يقراش، حتى ما يكون ما يعرف لا ايه لا حديثين ولا جالس يعرفوا باللي الخمر حرام ولا يا معروف، هذا معلوم من الدين بالضروره. الزنا، السرقه، الربا، ترك الصلاه، هذه كلها الامور اللي معلومه من الدين بالضروره، كل الناس يستطيعوا حتى لو كان ما يقراش في المدرسه يستطيع ان يفتي فيها. أما المسائل اللي فيها خلاف بين العلماء فلا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، ولا يجوز له أن يفتي فيها. أنت مثلا الآن راك في دارك، عندك المرأة نتاعك جات من الكوجينة قالت لك راها نسيت الركعة الفلانية، تقول لها أنا عامي ما نفتي لك. إذا عرفت المسألة تفتي لها ولا لا؟ ولذلك العلماء قالوا لو أن العامي لا يفتي أصلا لهلك الناس، يعني إسرائيل هناك أشياء قدر محدود يستطيع العامي فيه أن. طيب، إذا لابد أن ندرك أيها الإخوة أن هذا الشيء اللي قاله الملك نتاع السعودية حصر الفتوى. كاين عالم لما داروا الجامعة تاع الاختلاط قال بلي الاختلاط لا يجوز، واش داروا الملك؟ نحاه ولا ما نحاه؟ إذا معنى ذلك هذو علماء في جيب الحاكم ولا لا؟ هذو لا. طيب، الآن سؤال آخر، هل يجوز يسموه مفتي الجمهورية؟ لا يجوز. أبو بكر الصديق دار مفتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل ثبت أن أبو بكر الصديق قال لا يفتي إلا فلان من الصحابة؟ وجاء عمر هل فعل هذا؟ وجاء عثمان هل فعل هذا؟ وإنما متى يتدخل الحاكم؟ قال لك يجوز للحاكم أن يمنع المفتي الماجن الفاسق. المفتي الماجن الفاسق هذا يمنعه ماذا؟ الحاكم. هذا الحاكم إذا كان الحاكم في حد ذاته أيضا هو ملتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ناخذ مثال المأمون، تسمعوا به المأمون هذا خليفة من الخلفاء. هذا المأمون خرج عليه أهل وقال بلاد في مصر، خرجوا عليه بالسلاح فأخضعهم، ضربهم وقتلهم وهزمهم، وكان يستصحب معه أحد العلماء المالكية الكبار اسمه الحارث بن مشكين. وهذا الحارث بن مسكين أرجو من الشباب أن تقرأوا ترجمة هذا العالم، الحارث بن مسكين، حطوا هذا في دماغكم، هذا من كبار العلماء، كان قوالا للحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن أساطين مذهب الإمام مالك. المأمون اداهم على العالم باش يفتيله بماذا؟ يحلل له قتله لهؤلاء الناس. إذا فالحاكم يستصحب العالم من أجل ماذا؟
أن يفتيه في ظلمه. فقال للحارث بن مشكين: ما ترى فيما فعلنا؟ هل يجوز ولا يجوز؟ أتدرون ماذا قال الحارث بن مشكين؟ قال: لقد سمعت الإمام مالك يقول: إن كانوا خرجوا عن ظلم فلا يحق لك قتاله. اسمع مليح، إن كانوا خرجوا عن ظلم فلا يحق لك قتاله، وإن خرجوا ظالمين جاز لك ماذا؟ قتاله. أتدرون ماذا قال المأمون؟ سبه وسب الإمام مالك. كما خرجتش الفتوى على قسطوس، سب الإمام مالك سب. وكان قال له إيه؟ أقتلهم قاعد دخلهم الحبس وهذو مجرمين وخوارج وكلاب النار. كان ماذا؟ كان يقولوا: أنت العالم وابن العالم وما هذا. كما اليهود في عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وابن كبيرنا. قال: ماذا لكم يقول لكم أنه قد دخل في الإسلام؟ قال: هذا جاهلنا وابن جاهلنا وكذا وكذا وكذا. معروف القصة ولا لا؟ إذا كان الناس الحكام العلماء إذا مشاو في الطريق نتاعهم هذوكم العلماء، وإذا كان ما مشاوش الطريق نتاعهم هذوكم الجهلاء. وحدث هذا أيضا لأبي جعفر المنصور. أبي جعفر المنصور أيضا خرج عليه قوم، كانوا بكري كانوا يخرجوا على الحكام، خرج عليه قوم فاستفتى العلماء، جمع العلماء وقالوا: هؤلاء القوم أهل الموصل، وما خرجوا عليه أهل الموصل. قال له: هؤلاء القوم شرطوا، قالوا: إذا كان نخرجوا يا أبا جعفر المنصور اقتلنا كاع كيما راه، دمنا مباح ومالنا مباح. سأل العلماء، شوف انظروا أبو جعفر المنصور كيف سأل العلماء، سأل واحدا واحدا، واحد قال له: ابسط فيهم يدك دير واش حبيت. احنا يقولوا دير كراعك ماشي غير ستيرك، دبر راسك، اقتل له شنق، افتح الدار، عجبتك خزانه دي منها الاموال، عجبتك مراه تعدى عليها، انا عارفين واش حدث في البلاد على كل حال، دير واش حبيت، اعطاهم في الباب، دير واش تحب. وابو حنيفه سكت، قال: وما تقول انت؟ انت مثلا ماذا تقول؟ قال له: لقد شرطوا لك ما لا يملكون، وشرطت ما لا تملك. انت شرطت ما لا تملك، انت لا تملك اموالهم ولا ارواحهم، وهم اموالهم وارواحهم ليست ملكا لهم، ملكا لله عز وجل، فلا يجوز لك قتلهم، ولا يجوز لك، لانك انت يا ظالم انت كذا وانت كذا. فأطرق أبو جعفر المنصور، وكلكم تعرفوا نهاية أبو حنيفة وين كانت؟ مات سجين ولا لا؟ مات سجين. وفرض عليه القضاء، قالوا: نعد القاضي. قال: ولا لا أصلح للقضاء يا أمير المؤمنين. يا من ما تجوش؟ أبو حنيفة كان عالما ويحسن القضاء. قال له أبو جعفر: نمليك القضاء باش يربطه، باش يدير له يربطه عنده في يحطه في جيبه. قال له: أنا لا أصلح يا أمير. قال له: أنت تكذب. أبو جعفر المنصور قال: أنت تكذب. قال له: لقد حكمت أنت يا أمير المؤمنين، الكاذب فاقد للعدالة، والقاضي اشترط فيه أن يكون عادلا، ما أنت لك حكمت بلي أنا لا أصلح للقضاء. بالبلاء هذا، بعض الحكام في بعض العلم يظنوا فوحهم فاهمين. إذا فنحن نقول المقصود من تخصيص الفتوى هذه واحتكارها هي أن القضايا السياسية ما يدخلوش فيها، وأخطر الفتاوى على الحكام هي ماذا؟ هي الفتاوى السياسية.